صباح الخير، صباح النور، كي صبحتوا؟ كيفاش نتوما؟ كنتمنىكم يا ربي تكونوا مزيانين. فين هي الشميسه هذه؟ كيفاش نتوما؟ مزيانين عواشركم مبروكة. إيه عم نضرك، كيفاش عملتوا؟ كيفاش وصلتوا مع التحضيرات والعواشر ديال رمضان؟ انا دا قلت لكم باقي ما عدلت حتى شي حاجه. المهم باقي غادي نجيب بلوغات ان شاء الله ديال التحضيرات ديال رمضان. واخا صراحه نقول لكم دابا ما توقعوش شي حاجه كبيره مني هذا العام. هذا راه ما عطاتنيش الحياه ما عطاتنيش نومي هذا العظيم. اوبس، قلت لكم كنبغي نترجم لكم باسبانيا. كيقولوا لي هذا لا بيدي ما عطانيش الوقت. بالعربيه ما عطاتنيش الحياه، ما عطانيش الوقت، ما عطانيش الوقت. نكذبش عليكم، ما عطانيش الوقت مع شي دار رحيل والدار، يعني تاع عقلي ما قدرش يركز مع شي حاجه اخرى على داكشي. ما تنصطروش مني شي حاجه كبيره. غنعملوا طبعا الاجواء كما العاده، غادي نعدلوا بزاف ديال الحاجات مع بعضياتنا، ولكن ماشي شي حاجه اللي نقول لكم واو. المهم ماشي مشكل، كما كنعرف غادي تقبلوا عليا. نتوما اصلا ما بقيتوش برانين عليا، نتوما ناسي وحبابي ومتحال من عام نتوما متبعين معايا وكتعرفوني. نتوما كتعرفوا مني كنقول دائما كيعجبني نعدل الحاجه مزيونه. ما قدرتش الغلب، والله ما عندي ما نعمل. انا بدي بحالي بحالكم، انا بدي عندي الظروف ديالي وعندي الحاجات ديالي. المهم حبيبات ديالي بدو ديالي، وما تكونوا شفتوا بانني بورتادا بلا هكذا. واخيرا 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 عيب لي عندي صباطير، عيب لي عندي ماريو ديال الصبابط. على حساب ما عنديش مريو الصبابط، هاد الدار هادي كان باقي ما عنديش. الدار اخرى واحد المريو كان داك الدار هذاك اللي تستعملناه كان عندنا فيه الصبابط. انا كنت عامله بالي، يعني كنت عامله بالي تاني موي كلر، كيخصني اون ارماريو، خصني شي حاجه تكون كبيره على حساب انا عندي الصبابط بزاف. كيعجبوني الصبابط وكيعجبني بحال نقول لكم الصبابط يكونوا مركنين وفي بلاصه مختي، شي حاجه يكون معرر من هيدا وصافي. انا ما كنفهمش ديك الناس يعني ديك الصبابط اللي كيتحلوا هيدا، ما كنفهمهمش. ما عرفتش شحال كيتسال تما الصبابط، شحال تساولك الطوطال، شحال قول مثلا فوقي تساولك 3 6 فوقي 6. المهم ما نعرف، على كل انا هادوك كيجيوني ستيكون بزاف ما كيقنعونيش، نكذبش عليكم. على داكشي كان خصني شي حاجه اللي تكون كبيره. وهاد المريو هذا غادي نعمل ان شاء الله في الريسي ويدور في الدخله ديال الدار، ياك عنده واحد الدخله تبارك الله كبيره مزيونه، خصني نابروفيت ان شاء الله نعمل فيها المارتيناخي. ابيك انا عندي بالي وعامله بالي شنو غنعمل في الدخله ديال الدار. الدخله ديال الدار تقريبا عامله بالي كلشي اللي خصني نعدل فيها. عيش ما نكذبش عليكم، نتوما عارفين يلا منا مع الاصلاحات وداكشي. استطاعه ما كتعطينيش نعدل مثلا الدخله كامله، هذاك الشيء غنبقى نعدل طريف بطريف، يعني كل شهر. نتوما عارفين باقي كنخلصوا الدار، باقي علينا واحد شويه ديال الدين من عند العائله وداكشي. هذاك الشيء يعني كل شهر طبعا كنزبقوا الخلاص ديال الدار هو الاولاني، كنحاول نردوا شحال ما قدرنا ديال الدين. ودايما كل شهر كنعملو واخا شي حاجه بسيطه. المهم نعدل شي حاجه في الدار، ما نقدرش قبل ما نعمل حتى شي حاجه كنعمل شي حاجه واخا تكون شي حاجه بسيطه، بحال مثلا هذا الماريو هذا طلبته من ايكيا. المهم حاجه هكذا كل شهر نعدل واحد الحويجه في الدار باش نبقى نعدل شتيتو شتيتو، حتى ان شاء الله ربي نكملو الدين ديالنا ونكملو. المهم بخصوص الدين، الدين خصنا نكملوه ان شاء الله ربي. ساعك الدار كنبقاو نخلصوها كل شهر وصافي. المهم ساعك ان شاء الله مليسه لي الدين، ساعك راه برا عم بدل عاوتاني عند الدعوه نرجعو للريفورماس. قولي عاود على طفال، لا ماشي شي ريفورما، ولكن على الاقل نعمل شويه ديال الحاجات. انا في سقوط ما كانش الديوان، المهم ما كانش بزاف ديال الحاجات، بيرو شويه بشويه كل حاجه بوقتها. المهم على كل فيها جبمة بزاف. كما قلت لكم طلبت ماريو من ايكيا. ماريو اللي طلبت من ايكيا بحالو بحال تقريبا ماريو بيت نعاس ديالي. انا نشرح لكم، كاين واحد الماريوس في ايكيا اللي كيقولوا لهم ارماريوس باكس. انا نكتب لكم هنا كيفاش كتكتب، خصكم تبوس كارف بوس كالور هيدا ارماريو باكس. هاد الماريوس هادو كتقدروا تسمعوا ديسانيار على الذوق ديالكم. انا دابا غادي نجيب الطابليت باش نوريكم ونفسر لكم بالضبط. انا دابا غنشرح لكم بالضبط كيفاش خصكم تعملوا الا بغيتوا تشريو شي ارماريو باكس. هادي باخينا ويب ديال ايكيا، سينو اذا ما فهمتوش شي مره باخينا ويب كتمشيو ديريكت طبعا تي عندهم الحانوت وهما كيعاونوكم، ولكن بغيتو تطلبوا اونلاين انا نفسر لكم. كتدخلوا بوسكادور كتعملوا ارماريو باكس بالي، وكيطلع لكم هنا بزاف د الماريوت بالي. كاين اللي كيطلع لكم غير باسي بوحدها، كاين اللي كيطلع لكم بحال نقول لكم ماسوم انا سواجدين. انا شنو كنصحكم تعملوا؟ كنصحكم شبروا واحده هكذا، نعفس لكم علاش. كتبروا غير واحد الباسي، شتا ديال الباسي ديال الماريو كتهودوا. ملي كتهودوا هنايا هي كتعطي لكم استو بروبيو ديسينيا، ملي كتسكيو هنايا كيطلع لكم باش ديسينيار وتبدلوا وتزيدوا وتنقصوا اللي بغيتو نتوما. نشرح لكم دابا بالضبط. المهم صراحه الاستعمال ديالها ساهل ساهل بزاف بزاف بزاف، كتعملوا داكشي على الذوق ديالكم على خطر ديالكم، كتبقاو تعبروا وتشوفوا على خاطركم شنو كيطلع لكم. كيطلع لكم دابا هذا مثلا الحساب هو اللي كان واجد، وكيطلع لكم هنا الثمن. هاد الباسي هادي فيها كما كتشوفوا مترو للساعه،
الا بغيتي ستركتور هذه كتخليوها سنو كتقدروا تدخلوا وتبدلوا ستركتور. بحال مثلا انا هذا ديال الساباتيرو فوندو ديالو يعني الساعه عملت له غير 35 ديال الساعه فهمت يعني تما كتخطروا الساعه اللي بغيتو. مثلا بغيتو مريم يكون شي عالي بزاف يكون فيها غير 2 متر واحد بوس 2 متر واحد انا ديالي عملته كبير. كتقدروا تبدلوا الكولور ديال المايو حتى كتاخذوه في الكحل كتاخذوه في البياض مارون بالي يلوغو. مثلا اذا بغيتو مثلا تبدلوه ولا تزيدو مثلا ها بغيتو مثلا تعملو ماريو كومبليت وعملت واحد جهه فيها 100 واحد جهه 75 واحد جهه مثلا واحد جهه غادي تعملو فيها 50 فهمتي كتبقاو تما تعدلو مثلا ماريو كيما بغيتو. عندكم هنايا بيبان كتخسرو بيبان على الذوق ديالكم بحال مثلا بيبان بيت النعاس ديالي هما هادو هو هاد الموديل وهذا هو غادي يطلع دابا شفتو هادو هما اللي عندي بيت النعاس ديالي بالي بر هنا عندهم بزاف بزاف ديال الموديل وشوفو تقدر تصورو نتوما اللي بغيتو. مهم عطيني مونطون دي موديلوس كتخسروا بغيتو مثلا تعملوها مرايا بغيتو تعملو مثلا ماريو كامل مرايا تقدروا تعملوه من تما كتبقاو تخطروا اللي بغيتو هنا كيبقى يطلع لكم الثمن ديال كل حاجه بحال مثلا دابا نخليها بحال هكا. من بعد عندكم اوبسيون ديال تيرادوريس هادو اليدين ديال ماريو بحال مثلا نخسر هادو وكيبقى يطلع لكم المزون هنا كيبقى يطلع لكم نشوف ماريو كيفاش غادي يجي كيماس. من بعد فالي انتيريور هنايا داخل ديال الداخل حاجه مهمه عندكم هنايا بزاف ديال الحاجات كتقدروا تخسروا مثلا بغيتو بالدا بغيتو مثلا غير ستانتيريا وحده بغيتو مثلا هادو دوك اللي كيكونوا هادو مثلا اللي كيعملوا فيهم اكسسواريوس مثلا بغيتو تعملوا وحده من هادو ديال الاكسسوارات بحال مثلا بغيتو تعملوا وحده منجر كتخسروا منجر وانتم كتبقاو تحركوا تزيدوا تعملوا فيما بغيتوا. بغيتوا تعملوا مثلا علاقه فين علاقه هي بغيتوا مثلا تعملوا علاقه د الحوايج كتعدلوها. المهم كتبقاو تخسروا داكشي على الذوق ديالكم وكيبقى يطلع لكم الثمن. طبعا ملي كتكونوا كتعدلوا كيطلع لكم الثمن ديال كل حاجه باش كيبقى عندكم داكشي كونترولادو. ومن بعد اذا بغيتوا مثلا تزيدوا تاخذوا من عندهم اورغانيزاتوريس مثلا بغيتوا تاخذوا من عندهم بغيتو تعملو الديوان زعما بوركي نتوما عارفين دابا ماريوس بزاف كتمشي هكذا بديوان إذا بغيتو تزيدو لهم الديوان. المهم هادشي كامل كتقدرو تعدلو كما قلتلكم إن أرماريو باكس إس مهم مهم فاصيل بيت نعاس ديالي خديتو من أرماريو باكس وعدلتو هاد ديسينيور الذوق ديالي واللي مزيان هي مثلا دابا أنايا بيت نعاس ديالي دابا كيبالي باقي خصني نزيد واحد السطانتيريا نو باس أنا دابا بلا شوية ملي غنقدر غادي نمشي نزيد واحد السطانتيريا وغادي نزيدها فهمتوا. يعني اللي مزيون هي اكسسواريز هاد ماريوس هادو دائما ستان ديسپونيبلز دائما عندهم كتقدروا تشريو بالطريفات مثلا ما قدرتوش تعدلوا كلشي بدقه واحده بحال مثلا دابا ماريو ديال الداخله طلبت له وحده جوج ستان ديالياس ولكن كنظن غادي يبقاو خصني ماشي مشكله. انا فهاد الساعه في التعديل ديت 11 وبلات شويه ان شاء الله مين نقدر مره اخرى نعاود الايكيا ولا نطلب اونلاين ولا شي حاجه نزيد نطلب ستان ديالياس اخرى ونزيد نكمل عليه. شوفوا نوريكم في عند الصوت دابا عندي في هاد البيت هذا في البيت ديال الخدمه. شوفوا دابا نوريكم بدا عندي شويه ملونه على الوردات بوركي كنت كنقرب واحد الحاجه المهم رونت هنا شويه الدنيا. هذا عند البيت ديال الخدمه يعني كتروين كيتجمع كاين نتوما عارفين. المهم على كل حشاكم عندي الصوت كان بهم هنايا النص هنا والنص هنا. هنا عندي الاغلبيه هكذا ديال الحفلات واللي كنلبسهم غير مره هادو اللي كنلبسهم تقريبا بزاف عندي فكا تشوفوا على روينه شفتوا يعني ماشي حاله صراحه ابارتي الصوت كيتكرفصوا كيحرق كتلقاهم وكيبقى فوق بعضياتهم كيتوسخوا. مهم دابا ان شاء الله ربي غادي نعلمهم هنايا انا غنشرح لكم بلا سهل لكم هيدا شحال هنايا الضوء باش نشرح لكم شويه هاد الدخله هذه. اول حاجه ما تديوهاليش في الصاج المسرج ان شاء الله غادي نعمل واحد الروق بحال عندي تقريبا في الكوزينه يمكن في هاد البلوك هذا غادي نحاول يمكن نعدلو في هاد البلوك هذا ما كانش بلوك اللي ما جا ان شاء الله يا ربي. المهم ماريو اللي وصلنا هو هذا انا عملت انتريغا ادوميثيليو خلصت 30 يورو جابوه لي حصل الدار حيت حنا ما عندناش ايكيا هنا قرابين عندنا ايكيا يعني خصنا بقصنا باش نمشيو ونجيو داكشي خصنا 15 ديال الاورو دكاسو لينا اي ابارتي كبير بزاف يعني فيه 2.40 متر تقريبا وانتما كتشوفوا تقريبا وصلنا السقف. ومشكله هي حنايا ما عندناش الطنبر كبيره بزاف يعني الطنبر ضباو في الشك واش كنعيط ساعنا ولا لا هذاك الشيء تفضلت نطلب يجيبوه لنا. المهم كيجيبوها غير كان بارتيس راه ما عرفناش بارتيس هاك لي اوتراس. المهم ان شاء الله ربي هاد الساباتيرو هذا غادي يكون هنايا بالي غادي يجي واحد الماريو بحق سمحوا لي شوفوا الصوت فين كانوا عندنا قبل كان عندنا هذا كنعملوا فيه السبيطات هيدا وصافي اللي كنستعملوا هيدا بزاف هادو ديالي كتدخل هاد الاسامه. المهم على كل سمحوا لي نشاكم على كل الماريو ان شاء الله يا ربي واحد غادي يكون هنايا فيه 75 سنتيم غادي يوصل حتى لهنايا
غادي غطي لنا شويه مع الصاجم هذا بيرو دايبو الاسانسيرجي ما كنحلوه شي كيدخل علينا غير الضوء وصافي. غادي يوصل ان شاء الله حتى هنايا غادي يوصل غادي يدوز شويه بحال عقلكم الصاجم حتى لهنايا غادي يجي 75 سنتيمتر للساعه. وغادي يزيد ان شاء الله كامل الطنطيريات. الفكره ديالي هي ان شاء الله بشويه بشويه مش دابا يعني كما قلت لكم كل مره من حاجه. هنا غادي نعمل ساباتيرو هنا غادي نعمل واحد الماريو في الجهه هذه بنفس المديدات نفس المديدات نفس كل شيء نفس الطواله نفس الستيلو غنعملو هنايا غير شنو هذاك يمكن غادي نخليه هنا نالماتيناح ولا نتشاكيداس غادي نشوف يمكن نعمل فيه شي علاقه الداخل ولا شي حاجه غادي نعملو نتشاكيداس. وهنايا في الوسط غادي نعدل بحال هكذا بحال شي باول كيقولوا له مهم بحال شي طابوريتي المهم هكذا غادي يكون طول بيا تلتحت يعني باش نقدروا نجلسوا فيه ملي نعملوا الصباط. في نفس الوقت غادي يعطي واحد الديكور في الدخله ديال الدار يجي طوطو كونسنتيدو. هنايا غادي نعمل واحد بحال لوحات طوالين اين لوغا بارتي الجهه هذه الجهه هذه غادي نعمل هنايا بحال واحد بيكينيا بحال بيكينيا ريسيبيدور فهمتي يعني غادي نعمل واحد المرايه كبيره ضروري مرايه كبيره في الدخله ديال الدار. وغادي نعمل نزيد هنا شي حاجه المهم على كل عندي بزاف بزاف ديال الافكار عيش انه كل حاجه في وقتها ان شاء الله يا ربي. دابا كنطبق الاساسيات الحاجات اللي محتاجينها قصص النفاسيات بحال مثلا دابا هذا خصني نعملو كامل الكاغد باغا نعدلو بخصوص على الطرف هذاك هذاك الطرف هذاك ما كيعجبنيش هذا ديال هنايا. دابا من بعد ما هضرت ومنطون عيت ما كنهضر دابا غادي ندوزو للمعقول غادي ندوزو ان شاء الله نبداو نركبو هاد الماريو هذا وسنا براح خدام المهم جا معطل في عشيه في الليل وداكشي نعس معطل المهم اللي ما قدرش ينض نط صلاه الفجر ورجع دابا ينعس دابا كنستنى ينض باش يعاوني ولكن غادي بس كيتقل شويه نحاول زعما نركبو بوحدي تبدا فرعتو. المهم هو دابا هو انا الصراحه خاصني نستنى غير واحد 10 ربع ساعه تنستنى غير واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه غادي ينض ولكن ما والو انا كنصبر ما كنصبرش كنعرفش نصور كنحاول نقلب على الضو فين هو باش نصوركم كلمه هي داك النهار. وهادي انا اللي ما فياش مره صبر كنحاول زعما نبدا نركب ماريو بوحديتي شوفوا الضحكوا لي واحد شويه مشيت نهز بياسه كبيره عرفتي ما قدرتش قلت صافي تصفر على فيدي وقت من ناقص الصباح كنت كنستناك بنات عندي واحد المشكل مع السكادره كانت الروغار لي بزاف الحوايج كت كمشي الحوايج نورمال كنحاول زعما نعملش بزاف ديال الوقت ديال نشف يعني ما نتعطلش بزاف ولكن كتكمش الحوايج. المهم اسامه ريدي ها قريت انا باقي نكملش ريدي اسامه انا جبت لك قلت علي نبدا نركب ولكن ما قدرتش نهزو انا صافي وجدت التيسا بقات هايده كنعيط ساعيك دابا بلا ميان نركبو هنايا هادو حطيت هنايا نستعملو هما الاخرانيين بس نعاونك بلاتي 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 عندك عندك الحيطه اسامه شنو عايز تبدا تزيد شويه لينا شنو فتح باب الزنقه الماتيريال كامل اللي غادي يحتاجها من بنت هاد التلادرو هذا بالباك ديالو كامل كنت غديتو من اكسون عرفتي واعر 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 فيه عرفتي مي 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 كومبليتو شوفوا اخي ديال ملي كان فاهم فهادشي هذا المهم واعر صراحه كنستعملو كنتقب به اذا قالت ثقبت به ماريو يعني اليد ديالي وباليد بد العين ماريو. المهم ابارت كيتقب الحيط كتقدروا تزيروا به انا دابا جبتو له كنت عندهم يتقوا كنخصو زيار الطرنيات داكشي كتقدروا تستعملوا باش تزيروا به شفتو هما دستورنيا دريس كاملين الريوس كاملين ديالو. وهنايا كنحاولوا نفهمو مزيان من الليبرو اللي كيجي مع ماريو باش نركبوه مزيان. الصراحه الحمد لله اللي اسامه كيقول لي بلاتي نفكر ونأكد واش هو هذاك داكشي انا من داك النوع اللي كنزرب وشحال من مره لا ليو لا فيرداد الحمد لله اللي اسامه شويه متبت. واخيرا ركبنا لوكيس لاباسي كان باقي مبيبان طبعا ولكن المهم ركبنا باسي. بالنسبه للماريو ديالنا البنات هذا خدينا فيه 35 سنتيم ديال الساعه احنا ركبنا باسي دابا غادي نركبو البيبان ان شاء الله البيبان كيجيو جوج كتجي واحد الباب ديال 50 واحد الباب 25 حيت هذا ديال 75 المهم غادي نزيدوه ان شاء الله اللي هنا شنو دابا تنركبو له البيبان ديالو هادي الباب ستيتو نبداو الصغيره واخا دابا كبيره دابا مين درت اسامه كيركب الباب ديال بيبان كيكمل تركيب البيبان ديال ماريو انا غادي نفطر اسامه اليوم صايم الله يتقبل انا ما مقدرش نصوم. المهم جبرتوني غادي نفطر كيما العاده بلا ما نوريكم الفطور ديالي كيما العاده بيضات مسلوقين والعصير ما كاينش شي حاجه اكثر هذا الفطور ديالي. شوف انا ما نقدرش نعاود نفس الغدا ما نقدرش نعاود نفس العشاء ولكن الفطور نعاودو 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 هادشي اللي عطا الله. اسامه كملت تركيب البيبان ولكن عندنا واحد ان بيتيت بروبليم جرب كريو كينو ولا دابا معوض
كنا حدي فوستي طول فوقي ماشي بحال بحال شفتيها واحد عالي على اخر انا حيت هذا ميل ها هذا باقي هذه باقي ميلين فوالا هذا الشكل النهائي ديال ماريو انا منكم هذا الشيء بالكم مزيان صراحه عجبني ما وسطه وتلقى ديال هذه ديال الباب هكذا يعني ما جاتش باب في الوسط عجبتني كثر يعني جا ماسكومو ارماري ديال الريسيبيدور ما انا كنت خوفانه يعني كيجي بحال ماريو ديال البيت فهمتي المهم ان شاء الله يا ربي ماشي دابا كما قلت لكم مستقبل غادي نزيد واحد اخر بحالو هنا هذا السارج ما يتغطى ان شاء الله في اقرب وقت ممكن قاعد هادشي نقدر نمشي نشري له هاد ديالو وهنا ان شاء الله يا ربي غادي نعمل واحد دخول يا اسامه هيدخل اسامه انا مربي كنت خارج الكارتون هنا غادي نعدل كما قلت لكم واحد البيكينيو حاب البيكينيو طابوريتي هايدا المهم غادي يجي مزيون ان شاء الله يا ربي يجي مزيون وفي المستقبل طبعا ماشي دابا غادي نعملو بحال غادي نغطي دوك الخوالي الفوق غادي نغطيوه باش يجي بحال ارماريو امبوترادو باش يجي بحال هكداك لاحظتوا ماريو ما عندوش يدين حيت انايا طلبته بلا يدين بغيت نعمل في يدين اللي يجيو شي باين ما خصنيش يجيو يدين بحال ماريو عادي بغيت نعمل شي حاجه بوكيت اوريجينال غادي نطلب يمكن شي حاجه من علي اكسبريس ولا من شي عندهم يدين مزيونين المهم دابا ما نحلو بنا نو عادي من عند هنا واحد شي سكوت ولا شي حاجه باش نبقاو نحلو به تيمبورالمنت حتى نطلب ان شاء الله يا ربي اللي محتاجه مهم دابا جبرتوني جات الساعه ديالي صافي اسامه صار الخدمه ديالو ديالي غادي نركب هذا ستاندين ديال هادو غادي نركبو ان شاء الله هنا هنا قرب ركب ركب المهم حتى لين ما وصلت انا غادي نجيب مع عندي قدام واحد هكا خط الصوابط نحطه هنا باش نبقى نعبر ماسك من الصوابط باش نبقى مثلا نعمل بالي هاد الجهه نخليها نبوطات بوطات مثلا غنخلي العلو ديالهم هادي السبردينات هادي التناكل غنخلي العلو ديال كل حاجه فهمتوا كيف ما كتلاحظوا ستانتيريا جاو بوحديتهم يعني ما كيجيوش في وسط كاخاد معلو هذوك كتشريهم بوحدو ديال ستانتيريا كيتركبوا هاد اللعيبات هادو ما كنصور لكم جي حتى شي ماريو اصلا ستيتو يعني ما عنديش شي ما عنديش انا بدي نشوفها يعني ما عنديش فين نصور لكم المهم كتركب هاد اللعيبات هادو بعد كتحط عليهم ستانتيريا واخيرا عرفتي شحال عذبني عرفت ما عرفتش على لكم يدي حمر حمر ما عذبني صراحه انصحكم جوج ديال الحاجات اول حاجه ما تجيو تركبوهم اذا كتب لكم انت ما شفتوش مالي من هادو ركبوا وحده بوحده انا شنو نعمل تبغي زعما نكون طول ركبت الاول هادو ما بغيت نحط ستانتيريا والو ما كنمشي كنقول تركب معاوتي حتى الديستانس بيناتهم ماشي بزاف المهم ركبوا كل ركبوا هادو حطوا ستانتيريا ركبوا اخر حطوا ستانتيريا وحاجه اخرى مهم اذا قدرتوا زعما تركبوا الستانتيرياس عادك تركبوا بيون احسن باش ما تعذبوش صراحه بوكي سينو كيعذبوا شويه بيون ما كان عادك شفتوا كاين واحد الديفرنس هنايا عاد واحد سنتيم قليل يعني نص سنتيم ولكن ما كيخليش ستانتيريا تدخل معوطه ولكن بونا بورفين دخلتهم كما كتشوفوا كاين الجهات اللي عملتهم شويه ديستانسيا كاين الجهات اللي عملت غير شويه ديستانسيا وانا بغيت نعمل شويه من كل حاجه دوك انا كنبغي نكومبراني كون ستانتيريا ما عنديش حتى شي ستانتيريا اخرى هادو غادي نقضي بيهم وغادي نعمر فيهم عندي كاخه هادي عندي كاخه اخرى شوفوا هادي كانوا البولصات ديال ستانتيرياس انا غادي نمشي نجيب كاخه اخرى ديال الصبابط واخا هادي صراحه هي الاساس اللي خصها تكون قريبه واخا الاغلبيه عندي الصبابط هكذا ديال المناسبات الحضور تاكون وداكشي هذاك وهنايا لقيتوني كنحط صبابط كنحط كنبلانيار كنشوف الحاجات عاود كنبدلهم بلاصه المهم هنايا قلت نخلي واحد الجهه صغيره للعين تكون لتحت باش هي بدات تقدر تجبد الصبابط ديالها ان شاء الله ملي بدات كبش تيتو كثر اي بونو هنايا بوز كنت كنحاول زعما ابروفيتار ماكسيمو لي سباتي وانا كنزري غادي شطنا بزاف ديال الاتساع ولكن جاي الله نصبط صبابط العين تما عاود نعدل لك انا ها ندفعو شويه برافو هاو صبد العين دخان برافو ماما ها انا صبد العين صافي خليها تما او علاش علاش كيف يبا لحظة ديالي واخيرا
عندي صوت في بلاصتهم. خصني نقول لكم بان كنت متوقعه يهز لي اكثر من هيدا صراحه. سواء كان حسب كاين شي اسباتيو شويه دي سابرويت شادوز، انا نشرح لكم كان ممكن شباب نعمل تقريبا كل شيء بحال هكذا، كل شيء انه هيدا فوق بعضيتو، ولكن في الضغط ده مومنتو خليهم هيدا. شفت واحد الحاجات كيتباعو، شفتهم في شين، شفتهم في علي اكسبريس، شفتهم في امازون. كاين واحد اللعبات نحاول نخلي لكم هنا فوتو، واحد اللعبات كيعملوهم كيعملوهم يعني باش كيجي الصباط هكذا، شفتو كيجي الصباط هذا وكما كليتي فوق بعضيتو كيجي معوط متول كتحطو كيجيو كيما مقلو. المهم واحد اللعيبه كتقدر تخشيها مثلا هنايا وكات اوكو بار منو سي سباتي بحال مثلا. هذا التسعه هذا كامل ضايع، التسعه هذا كامل ضايع، فهمتي؟ بحال مثلا هذا جاو مزيان، ولكن هادو اضطريت نعملو هذا سيباراتوس بالنسبه بالسباد هادو. بحال مثلا هنا بقى بزاف ديال التسعه ضايع، هنا باقي كتسع واحده اخرى، ولكن كذلك كاين هاد اللعيبات هادو، هاد اللعيبه هادي ما تخاينيش انها اسطنبوليه اخرى. على داكشي ان شاء الله ربي باقي عندك نطلب من ناخذكم من شين ولا من ديمونا نشوف ملايين، غادي نطلب ديك اللعيبات باش نزيد نابرويتشار اون بوكيتو مع سي سباتي. ولكن المهم دابا التسعه هذا تسع لي كلشي الحمد لله ربي. كما قلت لكم حيت متحاشاكم من هنايا البانطوفات اللي عندي زايدين تشنيكلات، المهم ما عارف اللي عندي زايد ما كنستعملش. ديجا عندي شي واحد هنايا عم تصبط لي شويه عاليه بحال البوطه اللي داكم داكشي. هذا عملت ملايا، شوف شنو عملت. هذا خليت ملايا عملته لا قريب باش تبقى تهز ليا الصبط ديالها وداكشي. شتوها قلتي كتحاول زعما كتعدل معايا كتعاوني زعما. المهم عملت الصبط ديالها تخليتو هاد العيان صراحه تسالي تبارك الله. باقي شوفوا باقي ما عرفتش كيبان لكم، باقي تما كفوندو كامل خاوي صراحه. هاد لي سلطه تحيدتو من جاب لي كان عندي في ديالها. وهنا اذا لاحظتوا كنت كنبقى بيكينيوس بارتي هنايا شويه بروينا، ماشي مشكل بزاف. هادو كنبقى عدل فيهم بانطوفات هنا كامل داكشي ده الصيف. اصلا ان شاء الله بما يجي الصيف بحال مثلا البوطات ديال هذا كنخص نحيدو. بحال مثلا كاين بزاف ديال الصوابط ما كنعملش انا بزاف الصيف، انا اصلا السبردينات ما كنعملش بزاف الصيف، هادو كنحيدو. كاين شي صوابط اللي ما كيصلحوش على الصيف. المهم تاكل شو داكشي منتهم فوقي. هادوك الفوق عندي ديك البوطات اللي كيجيو عاليين، هذاك صبط الحضور اسامه. ايوا الحبيبات هذا هو الغني صافي اللي عملته هنايا، هذا هو المريو ديال الدخله الدار. هنايا غادي نعدل التقاشر، كانوا عندي قبل فهاد الفوندا هادي شوفوا باقي هنا الروينه، هذا كامل التقاشر كانوا عندي فهاد الفونديطه هادي التقاشر. دابا غادي نخشيهم هنايا باش يبقاو عندنا بعداك منظمين حتى ديك الساعه ان شاء الله. وندبر شي تاخر تكون كبيره باش نابروفيتي لي سباسيو كامل، شي حاجه تكون كبيره على هادي لي ستابينو كما قلت شي حاجه كبر منها. ولا مثلا غادي ندبر شي حاجه اخرى تكون صغيره ونعملها هنايا من مثلا تقشر الدلايان باش ما نخلطوهم لا شمع ديالنا. المهم هذا غنعمل هذا هنايا وصافي.